السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بعد ما خلصنا شرح جرامر يونت 9، وهو كان عن reported statement أو الكلام المنقول بالنسبة للجملة الخبرية أو الغير مباشر للجملة الخبرية، جه الدور النهاردة علشان نتناقش مع بعض في الإجابات على الأسئلة، ودي من كتاب جيم. نقول بسم الله توكلنا على الله. Number one. My daughter, her teacher had given her. بنتي إن مدرسها أعطاها a reward مكافأة that day في ذلك اليوم. كلام غير مباشر. إحنا هنا طبعا هنقول said قالت أن. طبعا told بيجي وراها المفعول زي told me أو told us أو ما شابه ذلك. agreed يعني وافق، complained يعني اشتكى، يبقى الإجابة said. ماهر said that he، ماهر قال إن هو a friend at the station later that day. يبقى قال إيه؟ فعل القول في الماضي، فطبعا هنبعد عن المضارع خالص، يبقى was meeting ان هو كان بيقابل صديق في المحطة later متأخرا ذلك اليوم، يبقى ماضي مستمر. سارة told me that she، سارة أخبرتني أنها a job interview أو interview مقابلة عمل the previous day، يبقى had يبقى أجرت مقابلة، عملت مقابلة عمل اللي اليوم السابق. طبعا هنا had سليمة جدا. She said that China a densely populated country. دي حقيقة إن هي بلد كثافتها عالية، يبقى is، يبقى هنا طبعا الزمن لا يتغير عشان ديت حقيقة. فارس told us، فارس أخبرنا، أهي شوف told بيجي وراه المفعول أهي، told us that his family a house in the countryside 2 months before. واضحة جدا، يبقى had bought إن هم اشتروا بيت اللي هو إيه 2 months before. He told me that أخبرني أنه me to repair my car the following day عايدة على المستقبل، يبقى طبعا would من وجهة نظر الماضي اللي هي كانت أساسا إيه will، يعني ما كان بيقول I will، يبقى بقت he would help me. The article says، المقالة بتقول that there an increase in the number of university students next year، زيادة في عدد الطلاب الجامعة العام التالي، يبقى طبعا will be العام القادم will be. هتلاحظوا هنا شباب ان احنا هنا بيقول ايه، the article says، فعل القول في المضارع، يبقى خلاص مفيش تغيير في الأزمنة، يبقى اهي حتى دي كمان اهي next مش the next، لما بنحولها لغير مباشر بتبقى the next، لكن دي next year اللي هي السنة الجاية، يبقى will be. She told him that he could ask her advice if he، هنا طبعا جاية من if حالة أولى، و if حالة أولى بتبقى ايه، بتتحول ل if حالة تانية، يبقى if he had any problems. He told her he had seen the film. هو أخبرها إن هو شاف الفيلم. She the night before، اللي هي كانت رشحته، يبقى had recommended. She said that she to visit Cairo the following week. جملة هنا متحولة with the following week اللي هو الأسبوع التالي، يبقى wanted to visit، أرادت أن تزور wanted. The science teacher
said that when you freeze water لما تجمد المية، يبقى احنا كده بنتكلم على حقيقة، يبقى الأزمنة لا تتغير. You get ice، تحصل على تلج. The policeman told us that we الشرطي أخبرنا أننا the rules and respect. لما تبص الـ and respect دي خليها معانا على جنب لحظة كده. The law must follow، يجب أن نتبع، دي خلاص rule. Must follow، حتى كمان بص بقى and respect. Respect and respect. بعد and جاي الفعل أوت اللي هو الانفينيتيف بعد، زي follow بالظبط. يعني هنا ما ينفعش نقول and followed ولا had followed ولا were following، يبقى must follow، must follow the rules and the law. Respect the law. سامي and صلاح said that they، سامي وصلاح قالوا ان هما a party the following، يبقى would have a party متحولة من will. Our teacher told us that his family and he to Australia the following year. جملة متحولة يبقى might move، جاية من may، might عشان فعل القول في الماضي، وجملة متحولة إلى the following year. The teacher told the students that the years، هنا حقيقة، revolves، تدور around the sun، يبقى الزمن لن يتغير. They said that they، فعل القول في الماضي، نشوف بقية الكلام. The mountain after they had reached the top of the tower، يبقى could see، برضو الجملة متحولة من can هتبقى could عشان فعل القول في الماضي. منال told her friend that her brother، منال أخبرت صديقتها أن أخوها، فعل القول في الماضي، her with her homework، يبقى was helping، كان بيساعدها. فعل القول في الماضي طبعا، فأكيد الزمن اتغير من is helping هتبقى was helping. طارق explained، شرح، that they were hot because they tennis for 2 hours، يبقى لأن هم كانوا بيلعبوا تنس لمدة ساعتين. الجملة أو الزمن متحول من have been playing هتبقى had been playing اللي هو الماضي التام المستمر. منى warned us that the animal، منى حذرتنا ان الحيوان dangerous، يبقى was عشان فعل القول في الماضي، يبقى was. كريم admitted، اقر او اعترف، that he had lost the pen، that I، هنا الكلام كله هيبقى متحول، that I had lent اللي انا كنت سلفته له. نحلة said that it، فعل القول في الماضي، great if they could، متحولة طبعا من حالة اولى الى حالة تانية، يبقى would be great if they could go to England in the summer. She complained، اشتكت، that she for more than an hour for her appointment، اشتكت ان هي انتظرت اكتر من، يبقى had waited، had waited. بدام اشتكت يبقى مش اشتكت انها سوف، لا، انها عملت، انها انتظرت. ما تنفعش would، ما تنفعش could، ما تنفعش should. They promised، هما وعدوا، that they us as soon as they arrived، يبقى would phone، وعدونا ان هما هيتصلوا بينا بمجرد ما هيكونوا وصلوا. طبعا الجملة متحولة من will phone وهنا arrive.
He admitted that he هو أقر أنه يبقى had made a mistake the night before. جملة كلها متحولة. أقر أنه هو كان عمل خطأ. She explained that she to visit me the following week. هي شرحت أن هي كانت was hoping كانت تأمل أن هي to visit me تزورني the following week الأسبوع التالي. He agreed هو وافق that he anyone what I had said يبقى wouldn't tell إنه مش هيقول لحد. He said that he to the museum and seen a lot of tourists يبقى had been برضو مباشر تحول إلى غير مباشر في الستيتمنت. Nadia said that she attest اختبار the following week الأسبوع التالي بتكلم مستقبل متحول هتبقى was taking. هنا طبعا بعدنا عن المضارع كله تبقى was taking اللي هي جاية من I am taking اللي هو المضارع المستمر اللي بيدل على حاجة مترتب لحدوثها في المستقبل يعني اتحولت إلى was taking. علا admitted that she really knew the vocabulary that we needed to know. يبقى didn't really know. أقرت إنها ما كانتش تعرف فعلا الكلمات اللي احنا محتاجين نعرفها. لو فكرنا مثلا في hadn't هتلاقي هنا عايزين تصريف ثالث مثلا يعني doesn't هنبعد عنها عشان فعل القول فيه الماضي. wouldn't تدل على المستقبل انها بتقول اقرت او اعترفت بان. توأ said that her teacher was right and that she revising that evening يبقى that she would start. قالت توأ ان مدرسة كان على حق وان هي كانت هتبدأ مراجعة في ذلك المساء يبقى would start. Nahla promised that she me to revise if I wanted. طبعا if حالة أولى زي ما اتفقنا تتحول ل if حالة اتنين يبقى would help. Would help. She said she me until she had finished. هي قالت she wouldn't see. طبعا متحولة من I will not. اللي هي I will not see you until I have finished يعني دي متحولة كمان من have finished يبقى الإجابة wouldn't see. He explained that London هو شرح إن لندن the capital of Britain دي حقيقة طبعا عاصمة بريطانيا هي لندن طبعا is. Mr. Tamer said he his driving test the previous year دي عايدة على الماضي يبقى had passed. Hani told me that he as a sales assistant before he left his job يبقى had been working. أخبرني هاني بأنه هو كان يعمل كمساعد أو كبائع before قبل ما يسيب الوظيفة بتاعته. Omar explained that his uncle was encouraging him to find another job. إن هو كان بيشجعه إن هو يلاقي وظيفة مش would encourage إن هو يعني مش مستقبل. وطبعا هنبعد عن اللي هو will وكان علشان الجملة متحولة وفعل القول في الماضي. يبقى عمر شرح إن عمه was encouraging كان بيشجعه. Karim said that he was a sociable person and so he would enjoy talking to customers. نبيل قال إن هو كان شخص اجتماعي وإن هو هيستمتع بالتحدث مع العملاء يبقى would enjoy. طبعا هنبعد عن will طبعا ونبعد عن أي مضارع علشان فعل القول في الماضي.
I promised that I بدم وعد يبقى أكيد هنخش على would contact وفعل القول في الماضي طبعا. محمد said that his sister was meeting her friends at the cinema that night. إنها كانت على لقاء أو بتقابل أصدقائها في السينما تلك الليلة. هنبعد طبعا عن المضارع، خلاص بقيت الكلام كله لا يتناسب بدل فعل القول في الماضي، احنا داخلين على الزمن متحول. أمان something that caused، يبقى أمان said something، قال شيء ما الذي سبب مشاكل ما بين العائلات. He said that he هو قال إن هو to become a manager the following year، يبقى إني expected توقع أن يصبح، فعل القول برضو في الماضي، يبقى he expected مش مستقبل إن هو كان هيتوقع ولا مضارع طبعا ما تنفعش دي، يبقى expected. My mother told Amira that she أمي أخبرت أميرة أنها بيتر، ده مصطلح اسمه هاد بيتر اللي هو ينبغي clean up the mess in the room أو in her room، الفوضى اللي هي في أوضتها، تروق الفوضى اللي في أوضتها، يبقى هاد بيتر ده مصطلح اسمه إيه؟ هاد بيتر اللي هو زي should ينبغي. My mother always says that I هنا الكلام مضارع يبقى I should wear warmer clothes اللي هو طبعا ينبغي، ماما دايما بتقول ان انا ينبغي ارتدي ملابس warmer اكثر دفئا يعني. My father said that he رجعنا فعل القول في الماضي me a new mobile until I had passed يبقى wouldn't buy me a mobile ان هو مش هيشتري لي موبايل لحد ما اكون اجتزت الامتحان، متحولة طبعا من will not ودي طبعا until طبعا you have passed دي متحولة من have passed. بعض الأسئلة من الامتحانات السابقة، دينا informed us that her baby دينا أخبرتنا أن طفلها then was crying كان يبكي was crying طبعا then دي جاية من now يعني هي كانت بتقول في المباشر my baby is crying now اتحولت إلى her baby is يبقى was crying then. منى promised that she بدم وعدت فعل القول في الماضي المفروض ان احنا نتجه لايه لود. طب تعالى بقى نبص في الجملة دي كده هتلاحظ حاجة مهمة جدا هنا هم tomorrow مش متحولة الى the following day او the next day يعني هي وعدت في نفس اليوم بدم تلاقي ظرف الزمن مش متحول يبقى احنا الزمن ما تحولش يبقى will be home tomorrow. هنا كمان في حاجة مش هتلاقي كلمة would be يعني مفيش كلمة would be حتى كمان عشان نتلخبط بينها وبين دي لا واضحة جدا ان هي will be. وبالنسبة للمستقبل التام اللي هو will have been مفيش مثلا by next Friday أو حاجة أو ما شابه ذلك. الإجابة السليمة will be. منيرة has just told أميرة that they to their friend's wedding tonight. برضو السؤال ده نخلي بالنا منه كده. فعل القول في الماضي بس شوف هنا بتقول إيه just. لما يكون في كلمة من الكلمات الدالة على إن الكلام اتقال منذ فترة بسيطة جدا جاست يعني تون لسه تون قايلة لها يبقى ما نغيرش الزمن اللي جوه الأقواس يبقى are going to their friends wedding حتى كمان في ظرف الزمان أو tonight ما تحولتش إلى that night ولا حاجة يبقى are going.
At the wedding party yesterday, في حفلة الزفاف بالأمس, the bride, العروس, said, the happiest day of her life. العروسة قالت إيه؟ That day was. العروسة قالت أن ذلك اليوم كان. تمام. That day. أحمد promised that, وعد أن, هنا promised في الماضي, نشوف بقية الكلام برضه يا جماعة, نخلي بالنا مع بعض. As soon as the plane lands, هنا هتلاقي إن lands هنا تهبط, الفعل هنا ما تغيرش, يبقى هو وعد في نفس اليوم, وعد إن هو هيتصل لما أو بمجرد ما الطيارة هتهبط, يبقى هنا الـ will phone, مش هتبقى would phone بقى. نخلي بالنا من الأسئلة دي, ده كان ثانوية عامة 2015. يبقى أحمد promised that he will phone. The boy denied, الولد أنكر, the theft, السرقة, and said that he the car then, وقال إن هو had been cleaning the car, إن هو كان بينظف العربية ساعتها. الوقت يا شباب, احنا بعد ما خلصنا واجب الجرامر, تعال نتناقش مع بعض في تيست 9 اللي هو على الوحدة التاسعة. نشوف الامتحان على الوحدة التاسعة, نقول توكلنا على الله. Choose. Number one. My uncle works in company with a very good reputation, بسمعة كويسة, لوصف الشركة بمعنى عريقة ولها اسم وكده, يبقى نقول established. 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 My father always said, بابا دايما كان بيقول, وفعل القول في الماضي, that man forever. ده واقع, يبقى doesn't live, الإنسان ما بيعيش للأبد. Successful for that job, يبقى خلص خلصت عند applicants, المتقدمين للوظيفة. He said that he said, فعل القول في الماضي, يبقى he to spend the following week, والجملة متحولة كلها, يبقى was going, جاية من الكلام المباشر, كان I am going to Spain next week, يبقى was going. He said that he would invite more people if he a bigger flat, برضو لما نحول من مباشر لغير مباشر, if حالة أولى تبقى حالة اتنين, يبقى if he had a bigger flat. She said that she, the children, a story the night before when the lights went out. هي قالت, فهذا القول في الماضي, that she was reading, إنها كانت بتقرأ قصة للأطفال لما النور اتقطع. I believe, أنا أعتقد, that سلمى will. Great things, هنا vocabulary, يبقى تحقق, achieve. Achieve great things, تحقق أشياء عظيمة. إبراهيم said, إبراهيم قال, that he was very hungry, إنه كان جعان جدا, because he only one sandwich for lunch that day. جملة متحولة, هو كان جعان جدا لأنه هو كان had إنه كان تناول ساندويتش واحد. هشام likes to organize events for the company's employees, يبقى social events اللي هي الأحداث الاجتماعية. The new reporter said that burglars المحرر, محرر الأخبار قال إن اللصوص, يبقى هنا الجملة متحولة, يبقى هندور على الماضي التام, had broken into the museum,
اقتحموا المتحف the previous night. She was a very student and attended وحضرت all her lectures. كل محاضراتها يبقى مجدة ودؤوبة وثبورة تبقى conscientious. She warned me not to go near the campfire because it dangerous. يبقى because it was dangerous. Fatma said that she anything else to eat then didn't want. لم ترد فعل القول في الماضي يبقى لم ترد أي شيء لتأكله عندئذ. طبعا الفعل want ما بيجيش في الاستمرار، وهادنت وانت ما فيش ضرورة، هي كانت ايه الكلام المنقول جاي منين؟ من I don't want anything else to eat now، فتحولت إلى she didn't want anything to eat then. What at 9 o'clock last Sunday؟ الساعة كذا يبقى what were you doing؟ ماذا كنت تفعل؟ Our team lacked فريقنا كان ينقصه fluency اللباقة in the first half but they improved in the second half. Don't eat too chocolate كلمة uncountable يبقى too much chocolate. It's bad for your health. بالنسبة للcomprehension زي ما احنا دايما بننصحكم وحسب بقى ان شاء الله مواصفات الامتحان السنة دي زي ما تجيلنا، جات لنا اختياري يبقى برضو ما فيش مشاكل ان احنا نقرأ الاسئلة سريعا، يعني بتاخد فكرة. جالنا فيها اسئلة اللي هي الopen يبقى برضو بنقرأ الاسئلة اللي هي المطولة دي بنعرف منها الاجابة، او بنعرف على الاقل القصة او الباسج بتتكلم عن ايه. الوقت طبعا وجهة نظر الكاتب هو بينتقد ان المشاهير في الدنيا والناس دايما تتكلم عن اللي هم conquerors اللي هم المغيرين والمنتصرين والجنرالات، فهو بينتقد الحتة دي بيقول مع ان في ناس يستحقكم حاجات عملوا حاجات كتير يعني الناس ما بتذكرهمش قبل. تعال بقى ايه كده، طبعا بتقرأ القطع 3 مرات. اول مرة بتبقى يعني ايه نقول قراية سريعة كده موضوع ايه تفهم، وزي ما اتفقنا يا جماعة احنا ما فيش تعقيد ولا حاجة، وبتيجي بالتدريب وتحصيل كمان وتزود الكلمات، كل ما الكلمات بتاعتك تزيد على مدار السنة طبعا، يعني انا ما اعرفش اقيمك دلوقتي انما على ايه اخر السنة ان شاء الله. بتقرأ القطعة اول مرة بتكون سريع عشان تفهم اللي هو المغزى العام، بعد كده المرة التانية بتقرأها ابطأ شوية عشان تفهمها اكتر، المرة التالتة عشان ان شاء الله تحل الاسئلة، ولو في عندك كلمات صعبة ما شفتهاش قبل كده بتحاول ان انت تعمل اللي هو guessing. هنا بيسألني بيقول لي what does the underlined word reckon. كلمة reckon طبعا هي كانت مذكورة عندها هي. Suppose that we reckon the whole past of living creatures on the ears. هنلاقي كلمة reckon هنا في المعنى ده هو معناها count يعد. What happens when people think much of a person? ايه اللي بيحصل لما الناس بتفكر كتير في شخص؟ They made him a statue. بيعملوا له تمثال. According to the writer's criterion. طبقا للمعايير بتاعت الكاتب يعني طبقا لرأيه يعني. What are the greatest countries? اللي هي those which help civilization forward اللي هي بتساعد البلاد يعني أعظم بلاد هي اللي بتساعد في تقدم الحضارة.
Why isn't man civilized as the writer describes? ليه الإنسان مش متحضر؟ مش متحضر. As man the civilized past is little. لأن الماضي المتحضر بتاعه ماضي قليل. بالنسبة للأسئلة الـ open open-ended, which two types of people نوعية الناس اللي we usually see in history books, يعني يقصد المشاهير اللي الناس مركزة عليها حسب طبعا القطع. Conquerors اللي هم المنتصرين and generals والجنرالات يقصد الجنرالات العسكريين. سؤال نمرة 6 بيقول لي why is man mistaken, ليه الإنسان بيبقى مخطئ when he glorifies لما يمجد conquerors لما يمجد الغزاة أو المغيرين أو الفاتحين أو كده. بيقول لي ادي نقطتين تعال نشوف كده. They kill and fight هم بيقتلوا وبيحاربوا and they did nothing to help civilization ما عملوش حاجة ان هم يساعدوا الحضارة الا الدمار وكده, طبعا من وجهة نظر الكاتب. السؤال اللي بعده بيقول لي Is the writer optimistic or pessimistic؟ optimistic اللي هي متفائل و pessimistic اللي هي متشائم بخصوص المستقبل يعني بتاع الإنسان. بتقول الوجهة النظر أعتقد إن يعني القطعة بتقول لنا إن هو pessimistic, يبقى نقول إيه؟ I think the writer is very pessimistic about the future of man because وتجيب بقى من القطعة ما اللي يتقال عن هذا الموضوع. يعني بص كده عندنا هتلاقي مثلا ان ايه عاوز in the past they kill and fight and they did nothing to help civilization, او تدور على اي حاجة مشابهة للكلام دوت وتعتمد على نفسك. تمام, هتلاقي الإجابة واضحة جدا. يعني ممكن الإجابة تكون واضحة كجزء معين كمكان معين, وممكن إن أنت تصيغ الإجابة بس أهم حاجة تكون فاهم السؤال صح. In your opinion, في رأيك, مادام بيقول لي في رأيك يبقى خلاص, يبقى أنت تقول رأيك. أهم حاجة تظبط الجملة, تظبط الجرامر والاستراكشر بتاعك. What distinguishes, إيه اللي بيميز the greatest countries, اللي بيميز الدول الأعظم دول إن هم طبعا أهو which help civilization بتساعد الحضارة forward لأنها تنطلق للأمام and help poor countries بتساعد الدول الفقيرة they don't invade ما بيغزوش or conquer ولا يقهروا the weak ones اللي هي ones دي عايزة على countries اللي هي الدول أو البلاد الضعيفة. Translation, translate into Arabic, ترجم إلى العربية. طبعا بتقرأ الترجمة كويس جدا, لو في كلمة مش قريبة كده في دماغك ولا حاجة طبعا لما تقرأ هتحاول ان انت تجيب المعنى الإجمالي للترجمة وتعرف تعمل guessing تخمين للكلمة اللي بالنسبة لك مش واضحة. Parents have a big influence on developing their children's intellect and intelligence. هنقول ان الآباء لديهم تأثير كبير على تنمية تفكير وذكاء أطفالهم. They can help them realize their potential. يمكنهم فهم يستطيعون مساعدتهم في تحقيق قدراتهم أو إمكانياتهم بالقراءة والتحدث إليهم speaking to them وبتشجيعهم لمعرفة
العالم من حولها. طبيعي طبعا بتراجع مرة تانية، ممكن كلمة تكون ايه، تبقى عندك كلمة احسن او حاجة، او السياق بتاع الكلام يكون عايز ظبطة او حاجة من دي. هنا بيقول لي ينظر، هي المفروض هنا كل من ينظر تحت قدميه، هنا في كلمة كل ناقصة يعني من هنا، كل من ينظر تحت قدميه طوال الوقت لن يتطلع لمجد وتاريخ وأمل يمكن أن يصنعه يوما ما، ولن يرى الطريق واضحا أمامه. هنترجم مع بعض كده، هي طبعا بتقرأ كويس وتبتدي ان انت تصيغ الكلام، فهنا مكتوبة Who ever looks، يعني من دائما ينظر at his shoes، اللي هي لحذائه اللي تحت قدمه يعني، all the time will not look for glory، لن يتطلع إلى glory المجد history وتاريخ and hope وأمل that he can make اللي ممكن يصنعه one day and will not see the way ahead ولن يرى الطريق أمامه واضحا. شكرا على حسن استماعكم، ونتمنى أن أنتم تدعمونا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.